وإلى دار الأوبرا المصرية واستمرارا لفعاليات الدورة 26 لمهرجان الموسيقى العربية، أحيا عدد من مطربي الأوبرا الليلة الثانية للمهرجان. وكان مسك ختام الليلة النجم محمد عساف اللي بيشارك للمرة الثالثة في المهرجان وقدم مجموعة مختلفة من أفضل أغاني العندليب الأسمر في ذكرى وفاته الأربعين. ليلة خاصة جدا من الطرب الأصيل بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 26 وذكرى العندليب الأسمر. أحيا الحفل نجم أرب آيدل المطرب الفلسطيني محمد عساف ومواهب شابة. أول شيء بدي أشكر إدارة الأوبرا بصراحة وصدق على هذه الثقة اللي منحوني إياها أنهم بيجيبوني للسنة الثالثة على التوالي. أنا بدي أشكرهم على هذه الثقة عن جد، أنه بيعطوني فرصة أنه أنا أغني أمام جمهور الأوبرا بشكل خاص والجمهور المصري كمان. نغني اليوم في حب العندليب وتكريما للعندليب الراحل الأستاذ عبد الحليم حافظ. حغني أغنيتين من أغاني ومجموعة أيضا من أغاني ألبومي الخاص، فيعني هي جت كده يعني حلوة يعني. محمد عساف وخطته للاتجاه للتمثيل. انعمل فيلم قصة حياتي يمكن في الصحافة الفنية يمكن بكتبت عنه أو قالت عنه، عرض علي أنه أنا أمثل في هذا العمل اللي بتحدث عن قصتي وأنا رفضت يعني لسبب أنه ما شفتش نفسي أنه أنا ممثل. عندي طموح صراحة أنه أنا أفوت السينما أو الدراما، عرض علي بعض الأشياء يمكن وهربت شوي من الموضوع. حاسس أنه كمان هذا يعني شيء تاني إلى جانب الغناء ولكن مهم كمان أيضا في حياة الفنان وفي رصيد الفنان وفي شهرة الفنان وعمله أيضا.